بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم في خدمة دروس أعزائي الطلاب والطالبات، وأقدم لكم درسا جديدا للصف الثالث الثانوي النظام الفصلي في الفصل الدراسي الأول لمادة الكيمياء، وسيكون درسنا هو نموذج برونشت دولوري والأحماض الأحادية. أعد الدرس ويقدمه محدثكم ناصر النيق. سنتعلم اليوم أن نعرف الأحماض والقواعد حسب نموذج برونشت دولوري، أن نميز بين الأحماض والقواعد حسب نموذج برونشت دولوري، أن نقارن بين الأحماض الأحادية البروتون والمتعددة البروتون. وقبل أن نبدأ الدرس نذكركم بتعريف أرينيوس للأحماض والقواعد. فالحمض عند أرينيوس هو المادة التي تنتج البروتون أو أيون هيدروجين في الماء، بينما القاعدة هي المادة التي تنتج أيون الهيدروكسيد في الماء. فربط الحمض والقاعدة بالذوبان في الماء وإنتاجهم للأيون الهيدروجين أو أيون هيدروكسيد، أي ليس هناك ارتباط بين الحمض والقاعدة. من خلال الصورة ترون لاعبون يمارسون كرة الطائرة، فما الذي يحدث للكرة في لعبة الطائرة؟ طبعا أحد اللاعبين يمنحها للآخر، والآخر يستقبلها. واحد يمنح أو يرسل والآخر يستقبل. نموذج برونشت ولوري للحمض. كيف يعرف برونشت ولوري الحمض؟ مادة تمنح أيون الهيدروجين H موجب، والبعض يسميه البروتون، والبعض يسمي أيون الهيدروجين بروتون. أي مادة عندها هيدروجين تستطيع أن تمنحه فهي حمض بالنسبة لبرونشتيد، ولا يحتاج إلى وجود الماء كوسط، إذن الحمض عند لوري وبرونشتيد هو مادة تمنح أيون الهيدروجين أو بين قوسين البروتون H موجب. هذه معادلة الآن HX زائد H2O تعطيني H3O موجب و X سالب. تلاحظون كلا المادتين عندها هيدروجين، لكن من الذي منح؟ يعني من الذي فقد البروتون أو أيون الهيدروجين؟ لاحظ HX عندها هيدروجين واحدة و X، بينما الماء ذرتين هيدروجين و O. في النواتج سنجد أنه أحد المادتين أصبحت H3O موجب، أي أنها كان لديها 2 وأصبحت 3، والأخرى أصبحت X سالب. إذن هذه المادة هي التي فقدت البروتون، وهذا هو المتبقي منها. إذن HX فقدت البروتون، منحت البروتون لل H2O، وهذا هو المتبقي منها X سالب. إذن نقول هذا حمض لأنه فقد البروتون، وبعدما فقد البروتون طبعا فقد H أصبح X فقط وكان متعادل، ثم أصبح يحمشون سالبة، إذن أصبح X سالب. إذن الحمض بعد أن فقد أيون الهيدروجين، يعني فقد الهيدروجين وشحنته الموجبة، يتحول إلى قاعدة مرافقة. يعني HX قاعدته المرافقة X سالب، لأنه بعد ما يفقد البروتون أو أيون الهيدروجين سيتحول إلى إكس سالب. إذا نقول HX يمنح أيون الهيدروجين لجزيء الماء، لذلك يعتبر HX حمضا، والمتبقي منه بعد أن يفقد يعتبر قاعدة مرافقة. هذا الـ HX بعد أن يفقد الـ H والموجب، المتبقي منه إكس سالب، فيعتبر إكس سالب هو القاعدة المرافقة للـ HX. إذا كان لدينا حمض، فحتى نأتي بالقاعدة المرافقة، ننزع منه هيدروجين يصبح إكس، وننزع منه موجب الهيدروجين فيصبح بدل ما كان متعادل يصبح سالب لأنه فقد البروتون. نموذج برونشت دولوري للقاعدة. تعريف برونشت دولوري للقاعدة.
مادة تستقبل أيون الهيدروجين أو البروتون. مادة تستقبل أيون الهيدروجين أو البروتون، يعني تكسبه، تكسب هذا الهيدروجين بموجبه. لاحظ، احنا قلنا قبل قليل ان الاتش اكس فقد البروتون، فقد ايون الهيدروجين فهو حمض، وهذا قاعدة المرافقة. الان لاحظ الماء كان لديه اثنين هيدروجين، فنعتبره قاعدة، اذا سيستقبل البروتون ويستقبل ايون الهيدروجين. لاحظ عند اثنين هيدروجين اصبح لديه ثلاثة هيدروجين، اي انه اكتسب الهيدروجين وكان متعادلا واصبح يحمل شحنه موجبه، اذا اكتسب ايون هيدروجين، فنسمي هذه قاعده لانه اكتسب ايون هيدروجين، ونسمي هذا حمضا مرافقا او مقترنا لانه هو المتبقي او هو الموجود بعد ان اكتسبت القاعده ايون الهيدروجين. فنقول عندما يستقبل الماء H2O ايون هيدروجين يتحول الى ايون الهيدرونيوم H3O موجب ويعتبر قاعده، والناتج بعد كسبه ايون هيدروجين اللي هو ايون الهيدرونيوم H3O موجب يعتبر حمضا مرافقا، حمضا مرافقا. كيف ناتي بالحمض المرافق من القاعده؟ دائما نضيف الى القاعده، نضيف الى القاعده H وموجب، نضيف الى القاعده H وموجب، ف H2O نضيف إليها H تصبح ثلاثة، وهي متعادلة نضيف عليها شحنة موجبة فتصبح تحمل شحنة موجبة. إذا الماء عندما يكتسب أيون الهيدروجين يتحول للهيدرونيوم، وفي هذه الحالة يعتبر الماء قاعدة، و H3O موجب هو و H3O موجب هو الحمض المرافق. الحمض المرافق وبعضهم يسميه المقترن هو المركب الذي ينتج عندما تستقبل القاعدة أيون الهيدروجين ونحصل عليه بإضافة الهيدروجين. لاحظ الماء اكتسب الهيدروجين اتش موجب، بدل اثنين أصبح ثلاثة، وبدل ما كان متعادل أصبح شحنة موجبة. إذا الحمض المرافق نأتي به بإضافة الهيدروجين وموجبه إلى المادة أو إلى القاعدة، فتصبح حمضا مرافقا أو مقترنا، حمضا مرافقا أو مقترنا. القاعدة المرافقة أو المقترنة هو المركب الذي ينتج عندما يمنح الحمض أيون الهيدروجين ونحصل عليه بنزع أيون الهيدروجين من الحمض. لاحظ HX حمض، لاحظ نزعنا من الهيدروجين أصبح X، نزعنا من الموجب أصبح X سالب، إذا هذا حمضا وهذه قاعدة مرافقة أو قاعدة مقترنة. الزوج المترافق هو الذي يتكون من مادتين ترتبطان معا عن طريق منح واستقبال أيون هيدروجين واحد. هذا زوج حمض وقاعدة مرافقة، هذا زوج واحد منح واستقبال، وهذا الزوج الأول وهذا الزوج الثاني، القاعدة هو الحمض المرافق. تدريب: أكمل جدول التالي حسب التفاعل التالي. HF زائد H2O يعطيني H3O موجب زائد F سالب، أين الحمض وأين القاعدة، ثم أين القاعدة المرافقة والحمض المرافق. نلاحظ ما يلي: HF تحول إلى، نعم تحول إلى F سالب، HF تحول إلى F سالب، إذا هذا فقد، صح؟ فقد الحمض فقد، إذا سيصبح هنا HF لأنه فقد. ماذا بقي منه بعدما فقد أيون الهيدروجين؟ نعم بقي F سالب، فهذه هي القاعدة المرافقة لهذا الحمض. الماء أصبح H2O، أصبح H3O موجب، الماء تحول إلى أيون الهيدرونيوم. نعم كان اثنين أصبح ثلاثة، إذا كسب الهيدروجين وكسب الشحنة الموجبة، إذا الماء سيصبح قاعدة
وأيون الهيدرونيوم H3O موجب سيصبح الحمض المرافق. لاحظ HF هو الحمض، F سالب هي القاعدة المرافقة، هذا الزوج الأول، والقاعدة هي الـ H2O، وحمضها المرافق هو H3O موجب. أيضا نريد إكمال الجدول التالي حسب التفاعل التالي، ونحدد القاعدة وحمضها المرافق والحمض وقاعدة المرافقة. لاحظ الـ NH3 المادة الأولى ماذا أصبحت في الجهة الأخرى؟ أصبحت NH4، كان عندها ثلاثة وأصبح عندها أربعة. كسبت ولا فقدت الهيدروجين الآن؟ كسبت الهيدروجين، وكانت متعادلة ثم أصبحت موجبة. إذا هذه القاعدة وهذا هو حمضها المرافق. إذا القاعدة المرافقة قاعدة NH3 والحمض المرافق لها هو NH4 موجب. لاحظ الماء كان H2O عنده اثنين هيدروجين، ثم أصبح لا يوجد إلا هيدروجين واحد. نعم، إذا هذا هو الحمض لأنه فقد الهيدروجين وشحنته الموجبة، والمتبقي منه بعد الفقد هو الأيون الهيدروكسيد، أصبح قاعدة. ماذا لاحظت من التمرينين أو التدريبين، هذا والذي يليه والذي قبله؟ لاحظت قبل قليل أن الماء كان قاعدة والآن أصبح حمض، ولذلك نموذج برونشتي دولوري يعتبر الماء مادة مترددة، لأنها مرة حامض ومرة قاعدة، تسلك سلوك الأحماض وتسلك سلوك القواعد، فيعتبرها مادة مترددة بالنسبة للماء. نعم، هذه النشاط القاعدة، وما تكون بعد كسب البروتون اللي هو NH4 موجب حمض مرافق، الحمض H2O، والقاعدة المرافقة هي OH سالب. أيضا نكمل الجدول التالي، NH4 موجب زائد OH سالب يعطيني NH3 زائد H2O. لاحظ الـ NH4 كان لديه أربع ذرات هيدروجين، في الجهة الأخرى أصبح لديه ذرة وثلاث ذرات، إذا فقد هيدروجين، إذا يعتبر هذا حمض وهذا قاعدته المرافقة لأنه فقد الهيدروجين وشحنتها الموجبة، بينما الـ OH كان عنده هيدروجين واحد ثم أصبح عنده اثنين هيدروجين، أي أنها كسبت. فنقول أن الحمض هو NH4 موجب، والقاعدة هي NH3 المرافقة، بينما الـ OH هو قاعدة وحمضها المرافق هو H2O، وهذا هما الزوجين المترافقين أو المقترنين. الآن أكمل الجدول التالي، لدينا في العمود الذي على اليمين أحماضا، ولدينا في العمود الذي على اليسار قاعدة مرافقة، كيف نحول من الحمض إلى القاعدة المرافقة؟ نعم، نحذف اتش موجب، ممتاز، نحذف من الحمض اتش موجب. طيب لما حذفنا من الحمض اتش موجب اصبح اتش واحده، يعني معناته انه يوجد فيه ذرتين. نعم، اذا لانه لاحظ لديه هنا اتش واحده ونحن حذفنا اتش، اذا لابد ان يكون الحمض لديه، نعم، ذرتين هيدروجين، فنقول H2SO4 كان سالب ثم نضيف عليه اتش موجب يصبح متعادل. هنا حمض، كيف نجعل منه قاعدة مرافقة؟ نسحب منه هيدروجين، بدل ثلاث تصبح ثنتين، ممتاز. PO4 كان متعادل وسحبنا منه شحنة موجبة، إذا يصبح يحمل شحنة سالبة. CN العكس، قاعدة مرافقة، فنضيف عليها الـ H، فنقول ممتاز HCN، وكان يحمل شحنة سالبة ثم أضفنا عليها شحنة موجبة، تذهب الشحنة السالبة. هذا المركب مركب عضوي لأنه يحتوي على الكربون، مجموعة الميثيل،
وبالتالي لما نحذف الهيدروجين البعيد عن ذرة الكربون اللي هو الاتش 3 هنا، نحذف منه اتش، بدل ما كان لديه ثلاث ذرات هيدروجين يصبح لديه نعم ذرتان، فيصبح سي اتش 3 ان اتش 2، وكان موجب وسحبنا من موجب اصبح يحمل شحنة متعادلة. هذه هي الحلول. الحمض احادي البروتون هو الحمض الذي يمنح ايون هيدروجين واحد فقط، يعني لا يستطيع ان يمنح الا ايون هيدروجين واحد فقط، يعني انه لا يمتلك، نعم لا يمتلك الا هيدروجين واحد فقط. لاحظ معادلة التأين، هذا الـ HCl، هذا هو الحمض. لاحظ هنا فقد الـ HCl الهيدروجين ايونه ومنحه للماء. اذا هنا نقول عن الـ HCl انه حمض احادي البروتون، لانه بعد ما فقد البروتون او بعد ما فقد ايون الهيدروجين لا يستطيع ان يفقد مره اخرى. السي ال سالب ليس لديه هيدروجين فلا يستطيع ان يفقد مره اخرى، فنقول عن هذا الحمض انه حمض احادي البروتون، اتش سي ال حمض احادي البروتون. اما الحمض المتعدد او الاحماض المتعدده البروتون فهي الاحماض التي تحتوي اكثر من ذره هيدروجين قابله للتأين. لاحظ اتش 2 اس او 4 لديه ذرتين هيدروجين، H2SO4 لديه ذرتين هيدروجين، فقد الأولى أصبح H2SO4، فقد الـ H الثانية أصبح SO4 سالب 2، هل يستطيع أن يفقد أيضا؟ لا يستطيع أن يفقد. إذا الحمض H2SO4 حمض ثنائي البروتون، حمض ثنائي البروتون لأنه يفقد مرتين، يفقد مرتين. اكتب معادلة التأين وحدد نوع الحمض. الحمض هنا HNO3 سيمنح الماء البروتون، فيصبح الآن المتبقي منه، يصبح المتبقي منه بعد ما يفقد الـ HNO3 يصبح NO نعم 2 سالب. وبعد ما يفقد هل يستطيع أن يفقد مرة أخرى؟ لا، طبعا سيكتسب الماء هذا البروتون ويصبح H3O موجب. إذا HNO3 هو حمض أحادي البروتون، هو حمض أحادي البروتون. HNO3 حمض احادي البروتون، بعد ما فقد البروتون لا يستطيع ان يفقد مره اخرى. معادلات التأين لهذا الحمض الان H3PO4، طبعا لديه ثلاث ذرات هيدروجين، يفقد في المره الاولى ذره هيدروجين فيصبح H2 نعم H2PO4 سالب، كان متعادل وفقد موجب اصبح سالب. طيب ممتاز، هذه الخطوة الأولى فقد بروتون واحد. في الخطوة الثانية نفس هذا المركب، نفس هذا سيفقد مرة أخرى H2PO4 سيفقد ويصبح بدل اثنين نعم واحد HPO4، لكن سيحمل شحنتين الآن سالبة. هل يستطيع أن يفقد؟ نعم يستطيع أن يفقد، لديه هيدروجين فيصبح هنا PO4 سالب ثلاثة، بدل ما كان سالب اثنين اصبح سالب ثلاثة. فهذا حمض متعدد البروتون، هذا حمض H3PO4 حمض متعدد البروتون، H3PO4 متعدد البروتون. اكمل الجدول التالي كتقويم، اكمل الجدول التالي HNO2 زائد H2O تعطيني NO2 سالب زائد H3O موجب. يبغى الحمض وقاعدته المرافقة ويريد القاعدة وحمضها المرافق لحل. لاحظ من الذي فقد البروتون؟ HNO2 أصبح NO2، فقد أو كسب هذا؟ نعم فقد، فيصبح الحمض هو HNO2 والقاعدة المرافقة NO2 لأنها فقدت أيون الهيدروجين، بينما الماء H2O أصبح H3O موجب، يعني كسب أيون الهيدروجين، فهذا الماء يعتبر قاعدة وال H3O موجب يعتبر الحمض المرافق. لاحظ HNO2 هو الحمض، افقده البروتون يتبقى او الايون الهيدروجين يتبقى منه NO2 سالب. الماء كسب ايون الهيدروجين فاصبح بدل اثنين ثلاثة اصبح هو القاعدة، وايون الهيدرونيوم H3O موجب هو الحمض المرافق، هو الحمض المرافق، والاثنين يعتبرون زوجين مقترنين او زوجين مترافقين. تقويم
أكمل الجدول التالي. الآن لدينا على العمود الأيمن قاعدة، ونريد منها في الجدول العمود الأيسر الحمض المرافق، طبعا حتى تحول من قاعدة إلى حمض مرافق. أي ماذا تعمل؟ نعم، تضيف اتش مع موجبها اللي هو أيون الهيدروجين. أضف على الماء، أضف على الماء اتش، نعم يصبح اتش 3 او موجب أيون هيدرونيوم. طيب تبقى العكس، بنحول من الحمض المرافق إلى القاعدة، اعكس، انزع الهيدروجين والشحنة الموجبة. طبعا عفوا، انزع الهيدروجين والشحنة الموجبة. لما ننزع من الاو اتش الهيدروجين، ما يصبح عندنا الا او فقط، وبدل ما كان عندي سالب واحد يصبح عندي سالب اثنين، او سالب اثنين، ذرة الهيدروجين عليها شحنتين سالبة. نأتي للمركب الثاني اتش السالب، هو قاعدة ونريده ان يصبح حمضا، اذا نعطيه اتش، فبدل ما كان لديه اتش واحدة يصبح لديه ذرتين هيدروجين مع الاس فقط، وتروح الشحنة الموجبة مع الشحنة السالبة. تعلمنا اليوم نموذج لوري برونشتد للأحماض. نموذج لوري برونشتد يقول الحمض هو مادة تمنح أيون الهيدروجين اتش موجب، بينما القاعدة مادة تستقبل أيون الهيدروجين. لاحظ، إذا هناك تلازم بين الحمض والقاعدة في نموذج برونشت دولوري، ما في حمض إلا بوجود قاعدة، لأن الحمض سيفقد والقاعدة ستكتسب. لاحظ، عندما يفقد الحمض البروتون يتحول إلى قاعدة مرافقة، وعندما تكتسب القاعدة البروتون أو أيون الهيدروجين تصبح حمضا مرافقا، والاثنين يعتبران زوجين مترافقين. أيضا تعرفنا على نوعية الأحماض، وقلنا عندنا أحماض أحادية البروتون وأحماض متعددة البروتون. الأحماض أحادية البروتون هو الحمض الذي يمنح أيون هيدروجين واحد فقط، أي ليس لديه إلا هيدروجين واحد فقط، بينما الأحماض المتعددة البروتون هي الأحماض التي تحتوي على أكثر من ذرة هيدروجين قابلة للتأين، يعني يحتوي على ذرتين هيدروجين أو أكثر. لاحظ، هذا الحمض الأحادي لا يحتوي إلا على ذرة هيدروجين واحدة، فلا يستطيع أن يمنح إلا ذرة واحدة، بينما H3PO4 يستطيع أن يمنح كم؟ نعم، يستطيع أن يمنح 3 أيونات هيدروجين. فنقول عنه أنه حمض متعدد البروتون، حمض متعدد البروتون. انتهى الدرس، أتمنى أن تستفيدوا منه، تصبحون على خير.